السلام عليكم، نرجع تاني معكم على أساس نتكلم على Design of Sample Data Control System using الروت لوكس. يعني احنا بدنا نعمل ديزاين لكنترولر باستخدام الروت لوكس. عندنا عادة يعني طريقتين أو two type of controller بنشتغل عليه، ال PID وال lead lag. ال PID ممكن نقسمه ل two controller، PI controller و PD controller. ال PI يعني proportional integral وال PD proportional derivative. ال PI هو مرادف أو مشابه الأداء تبعه لل lead وال PD لل lag، وال PD مشابه لل lead. يعني الـ PI الميزة تبعته انه في بزود السيستم تايب عندي بواحد لانه في انتجريتر فيه، بينما اللاج بيعطيني اداء بس بزودش السيستم تايب، بيعطيني اداء مشابه لها. الان طريقة الديزاين عادة تنعمل على اساس اني اعمل لي بول زيرو كانسليشن عشان اساس نخفف للسيستم كومبلكسيتي. الان الديزاين بروسيجر عندي الكنترولر اللي انا بدي اعمل له ديزاين بتكون من ثلاث جزئيات، جزئيه الجين كي وجزئيه الزيرو اي وجزئيه البول بي. الان الخطوات اللي عاده لازم امشي فيها هن تقريبا 8 خطوات. الخطوه الاولى بدي اعمل كالكوليت ديزايرد كلوز لوب بول بيرز بيس اون ذا ديزاين كرايتيريا. يعني عندي ديزاين كرايتيريا زي اوفر شوت، زي سيتلينج تايم، رايز تايم، هذه كلها هي بدي اخذها في الحسبان. الان من الاوفر شوت بقدر اخذ زيتا اللي هي الدامبنج فاكتور، وزيتا بتساوي اذا بدي اجي اطلع على الاوفر شوت بدي اساوي ماينس زيتا باي على السكوير روت ل 1 ماينس زيتا سكوير، منها بجيب قيمة الزيتا. والسيتلينج تايم بدي اساوي 4 على زيتا اوميجا ان، منها بجيب الاوميجا ان. الان جبت الاوميجا ان وجبت الزيتا، البروتوتايب تبعي للسيستم عندي عبارة عن ايش؟ اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان في اس على بلس اوميجا ان سكوير. من هاي بقدر اجيب اللوكيشن تبعت للكونتينوس تبعت السكند اوردر بروتوتايب، البول لوكيشن تبعهم اللي هي اس 1 واس 2، يعني اللي هي بجيب الكاركترستيك كويشن وبعملها بتساوي زيرو، منها بطلع الروتس اللي هي اس 1 واس 2 اللي هي بتساوي ماينس زيتا اوميجا ان بلس اور ماينس جي في الاوميجا ان في السكوير روت لل1 ماينس زيتا سكوير. الان هذه بقدر اجيب احولها ل زي 1 زي 2، يعني بعملها مابينج زي 1 وزي 2 بتساوي اي تو ذا اس 1 اس 2 في الدي الموجوده عندها. بعد هيك باجي بتطلع على السامبلينج تايم. عاده السامبلينج تايم بده يكون الرينج تبعه من 5 ل 40. طيب الهايست فريكوانسي في السيستم عندي ايش هي؟ هي عندي بسميها الاوميجا دي اللي هي بتساوي اوميجا ان في السكوير روت ل 1 ماينس ثيتا سكوير. الان هذا من البروتوتايب. الان لما انا بدي اجي اطلع على السامبلينج فريكوانسي اللي هي بتساوي 1 على تي، والواحد على تي لما اضربها في 2 باي بتعطيني ايش؟ بتعطيني الاوميجا اس. واحد على تي بيعطينا اف اس، والاوميجا اس بتساوي 2 باي في الاف اس الموجودة عندي. الان بعدها بعمل كالكوليت الانجل كونتريبيوشن. الان زي 1 وزي 2 بوصل منها خطوط لكل بول وزيرو، وبشوف قديش بشوف الزيروز كونتريبيوشن اللي هي الزوايا اللي بتعملها من الديزاين بوينت للزيروز قديش مجموعهم، والزوايا اللي بتعملها من اللوكيشن تبعي للبولز قديش هم. عاده بستخدم التان فانكشن لاجيب الزوايا عندي. التانجنت بيساوي المقابل على المجاور، المقابل عندي معروف والمجاور عندي معروف، معناته لو استخدمت الانفيرس تانجنت بيعطيني ايش؟ الانجلز اللي بدي اياها. الان بعد هيك بشوف قديش الكونتريبيوشن المطلوبه من الكنترولر عندي عشان ساتسفاي الانجل كرايتيريا اللي هي لازم لأي نقطة تكون على الروت لوكس لازم تعطيني بلس أو ماينس 180 درجة. الآن الخطوة السادسة بدي بعمل
بختار مكان للزيرو وبشوف قديش اعطاني الكونتريبيوشن وبجمعه للفيز كرايتيريا الموجوده بتقول لي قديش المطلوب من البول للسيستم يعطيني. اذا جبت البول تبع السيستم قديش بعطيني، لو استخدمت التانجنت لهذا الانجل تعطيني، والمقابل عندي معروف هو بضل عندي اللوكيشن اللي عندي هذا بتعطيني قديش اللوكيشن، ومنها بقدر اعرف اللوكيشن للبول وين بيكون. بضل عندي الخطوة الأخيرة اللي هي بدي أجيب الكي. الآن الكي إيش بدي أسوي؟ الماجنتيود كرايتيريا. الماجنتيود كرايتيريا لو جبت الأوبن لوب عندي حطيت الجي اوف زي وضربتها في الجي اوف دي، هدول لازم يعطوني التنتين لما نعوض بزي بديزاين بوينت عندي، الأصل يعطوني الماجنتيود بيساوي واحد. الآن هذه طالما كي مجهولة عندي فبدي أشوف قديش قيمة كي اللي بتعطيني ماجنتيود بيساوي واحد. هيك بتكون خلصنا الديزاين. يعني أهم خطوة في الديزاين إيش؟ نعرف السبيسيفيكيشن نحولهم لزيتا وأوميجا إن، نجيب اس واحد واس اثنين، بعدها نعملها مابنج للزي واحد وزي اثنين، ونوصل بينهم لنجيب الفيز كرايتيريا عشان نحدد موقع الزيرو والبول للكنترولر. بعد ما نحقق موقع الزيرو والبول للكنترولر بنروح بنجيب الايش الكي، قيمة كي اللي هي بتعطينا ماجنتيود بيساوي واحد. وبعد شوية الآن نشرح اكزامبل لنطبق هذه الكريتيريا اللي حكينا عنها، ويعطيكم العافية.